السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ الأشكال الهندسية باللغة الإنجليزية. طيب listen and point. عندي أول شكل اللي هو هذا الشكل، إيش أسميه بالعربي؟ مربع. ممتاز. بالإنجليزي اسمه square. square square. واضح؟ إذا square بمعنى مربع. اربطي هذا الاسم ببرامج الأطفال تبع سبونج باب. إيش اسمه؟ سبونج باب square bands. square bands، صح ولا لا؟ ليش اسمه square؟ لانه هو شكل مربع. طيب شكل مربع، اذا square. اربطيها في برنامج الاطفال تبع سبونج باب. سبونج باب square bands، اذا square. طيب الثاني مثلث، triangle. triangle triangle بمعنى مثلث، triangle. بعدين المستطيل اسميه rectangle. rectangle rectangle. الدائرة أسميها circle. circle circle. وعندي رقم خمسة، الشكل اللي هو معين أو الألماسي أسميه diamond. diamond أوكي، الشكل الألماسي أو المعين diamond. وآخر حاجة سهلة هذه كلكم عارفينها، star. star اللي هي إيش؟ نجمة. star الشكل اللي هو النجمي. star نجمة، أسميها star. واضح؟ طيب نعيدهن مرة ثانية. إذا square ممتاز، triangle triangle، rectangle rectangle، circle circle، diamond diamond، star star. طيب يلا الآن أنت دورك، قوليهن إيش حسمي هذا الشكل؟ square. طب هذا circle. ممتاز. هذا diamond. هذا triangle. هذا rectangle. طيب هذا الشكل star. star ممتاز. التمرين الثاني listen and color. طيب مطلوب الآن منك إنه تلونين هذه الألوان على حسب اللون اللي حتسمعينه. طيب خلينا الآن نسمع المقطع ونشوف إيش الألوان المطلوبة إنه نلون فيها هذه الأشكال. إذا listen and color. طيب نشوف الشكل الأول. Exercise 2. Listen and color. 1. Color the square red. إذا إيش اللون المطلوب؟ مطلوب the square red. square red يعني المربع red. ايش يعني red بالعربي؟ احمر. ممتاز. اذا راح الون المربع باللون الاحمر red. طب نشوف اللون الشكل الثاني. 2. color the triangle orange. اذا ايش مطلوب؟ مطلوب انه نلون triangle orange. triangle orange يعني ايش orange؟ orange يعني برتقالي. اذا triangle حلونه باللون orange البرتقالي. طب نكمل ونشوف هذا الشكل ايش راح لونه. 3. color the rectangle yellow. اذا yellow. rectangle yellow اصفر. 4. color the circle green. circle green يعني ايش؟ اخضر. ممتاز. اذا راح الون الدائره باللون الاخضر green. 5. color the diamond blue. diamond blue. diamond blue. اذا color the diamond blue باللون الازرق راح الون. 6. color the star purple. ممتاز. اذا اخر حاجه مطلوب إني ألون star في إيش قال؟ purple. purple البنفسجي. واضح؟ إذا لازم نلون زي ما ذكر في الفيديو. إذا نعيدهن آخر مرة: square, triangle, rectangle, circle, diamond, star. طيب تمرين رقم ثلاثة: point at two shapes in the classroom. أشير إلى شكلين في الفصل تبعك، الفصل الدراسي كلاس روم، وسميهن. هل هن تراينجل ولا سكوير ولا سيركل ولا ركتانجل على حسب شكلك
الهندسي راح أعطيهم اسمهم باللغة الإنجليزية. لاحظي هذا الطالب أشار على المسطرة، المسطرة إيش شكلها؟ مثلث ولا مربع ولا مستطيل؟ شكلها مثلث، إذن قال إيش؟ triangle. قال triangle يعني مثلث. طب إيش رأيك في هذا الكتاب؟ كيف شكله؟ ممتاز. rectangle. rectangle يعني مستطيل. طيب المسطرة كمان إيش شكلها؟ مربع، دائرة، نجمة، كيف شكلها؟ rectangle. برضو rectangle، مستطيل، ممتاز. طيب ننتقل الآن للصفحة اللي بعدها. Fun time finger shapes. Say the name of the shape your partner makes. الآن اصنعي شكل في أصابعك وخلي زميلك أو زميلتك يخمن الشكل اللي سويتيه. لاحظي هذا الطالب إيش سوى؟ مثلث. فقال What's this shape? What's this shape? اسألي What's this shape? Shape يعني شكل. ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل؟ كيف أقولها بالإنجليزي عشان أسأله؟ هقول What's this shape? What's this shape? What's this shape? طيب قال الطالب هذا It is a triangle. It is a triangle. طيب إيش رأيك؟ صح كلامه؟ هذا الشكل عن جد triangle ولا غلط؟ صح. It is right. إذن that's right. صح. ممتاز. Triangle. مثلث. إذن that's right. That's right يعني هذا صحيح. That's right. ممتاز. طيب نهاية الفيديو مطلوب منك أنك تحققين هذه الهدفين. I can say the names of three shapes. تقولين ثلاث أسماء للأشكال الهندسية باللغة الإنجليزية. طب الآن قولي لي ثلاث أشكال من اللي تعلمناهن. Star, Diamond, Circle. ممتاز. هذه ثلاث أشكال. الآن أنت قولي لي من عندك ثلاث أشكال. طيب الهدف الثاني find three shapes outside of home. روحي شوفي ثلاث أشكال خارج المنزل وسميها. شوفي هل هو circle ولا triangle ولا diamond, star, كيف شكلهن وأعطي أسماء شكلهن، سمي أشكالهن باللغة الإنجليزية على حسب الشكل الهندسي تبعهن. طيب آخر حاجة advice time، وقت النصيحة. do your homework. do your homework يعني حل واجبك. إذا هذه نصيحة اليوم do your homework، حل واجبك. طيب نهاية الفيديو شاركم هذا الدرس مع زملائكم عشان يفهمون كمان الأشكال باللغة الإنجليزية ويتعلمونهن، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.